إذا أهلا وسهلا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي. احنا الآن في الجماعة ديال عين قنصرة في الحدود مع إقليم تونات. احنا في الحدود مع إقليم تونات، تلقينا قبل قليل اتصالات تفيد لأنه هنا كان واحد الانجراف ديال التربة بطبيعة الحال على مستوى الطريق الوطني رقم 8 في الجماعة ديال عين قنصرة، وكان انجراف ديال التربة ناتج على واحد التسرب في القنوات ديال المياه اللي جايه من سد ادريس الاول هنا المجاور بطبيعه الحال. تلقلنا العين المكان، لقينا على ان السلطات يعني رجال الدرك الملكي، القائد يعني المسؤولين ديال رؤساء الدوائر المنتخبين هنا، كل شيء داير الدور ديالو. تدخلوا هنا بطبيعه الحال ديفياو الطريق من جهه من لهيه، كان واحد المعبر طرقي من لهيه، قطعوا الطريق وديفياوه وخلوا الطوموبيلات كيمشيو من لهيه على ما صوبوا وفتحوا الطريق هنا بطبيعه الحال. كانت مجهودات جباره بدلت لها السلطات العموميه بطبيعه الحال هنا. الان الطريق راه كدوز الطوموبيلات، غادي نقربكم من هذا الفيضان اللي كان هنا بجامعه عين قنصرة بالقرب من سد ادريس الاول. خليكم معنا. اذا انتم كتشوفوا متابعي ومشاهدي قناه شوف تيفي، احنا كنتواجدوا الان في الطريق الوطني رقم 8 بطبيعه الحال. السلطات الان تمكنات من يعني صعوبات الطريق ورجعت الان كيمكن لها لانها تدي وترجع الطوموبيلات بطبيعه الحال. كان انجراف ديال التربه هنا في هذا المكان، كنقربكم بالصوت والصوره من عين المكان. قلت مجهودات اللي كانت ايضا ديال يعني رجال الدرك الملكي، رجال القوات المساعده، رجال يعني ديال المنتخب اللي كاينين هنا، كانت مجهودات بديلات بطبيعه الحال في هذا الاطار. والان الطريق راه كتدي وتجيب بطبيعه الحال. معكم دائما هنا من قلب الجماعه ديال عين قنصرة بالحدود مع اقليم تونس بطبيعه الحال المتابعين ومشاهدي قناه شوف تيفي. الطريق الوطني رقم 8 هذا الانجراف ديال التربه كان ناتج على واحد التصرف في القنوات ديال المياه المجاوره للطريق الوطني رقم 8. حنا كنا كنعتقدوا في الاول على ان التصرف جاي من السد، ولكن هي جايه من القناه اللي غاديه من السد. هذا هو المعلومه الان اللي حنا فيها، وحاولنا على اننا نقربكم منها متابعينا ومشاهدينا الكرام. ولا زالت الاشغال جاريه من اجل باش ازاله الاتربه والتربه اللي انجرفت هنا بشكل كبير على مستوى الطريق الوطني رقم 8 اللي كانت بسبب انجراف ديال هذا الحائط هنا كما كيبان بشكل واضح. احنا معكم من قلب هذا المكان اللي وقع فيه هذا الحادث، والحمد لله ما كانش فيه خسائر ماديه. كانت خسائر فقط يعني في الطريق من هنا، ما كانش الحمد لله خسائر في الارواح. كانت بعض الخسائر على مستوى الطريق هنا اللي بسبب الجراف ديال التربه، ان السيارات هما غاديين الطريق ولات كتدي وتجيب. قبل قليل كانوا قطعوا الطريق يعني من هذه الجهه باش يخدموا في راحتهم، وبطبيعه الحال تمكنوا بفضل المجهودات ديال السلطات هنا ديال اقليم مولي عقوب ديال اقليم تونات بطبيعه الحال. كان كذلك مجهودات ديال عامل اقليم تونات اللي عطى تعليمات ديالو باش يدخلوا هنا، العامل ديال مولي عقوب بطبيعه الحال هنا بالاقليم عين قنصرة كذلك، فكان تدخل. والان الحمد لله الطريق هي تفتحت. حنا كنقربوكم من كل كان تسرب هنا في هذا الفوق ادى الى انجراف هذه التربه اللي هنا بطبيعه الحال. نتمنى لأن الصورة تكون واضحة. قلت إذا الآن دائما معكم متابعينا، لا زالت يعني السلطات هنا كتقوم بإزالة أو إزاحة الأتربة اللي كاينة في الطريق الوطني رقم 8 بطبيعة الحال. كانت مجهودات جبارة التي بُدلت يعني، وحنا معكم في هذا البث المباشر قلت كنحاولوا نقربكم. هيا جات نيبلوز، جات نيبلوز اللي غتصوب. تبارك الله عليك اخاي، شكرا. اذا الان تم الاستعانه بالنيبلوز بطبيعه الحال، هذه غتهني. صافي هذه غتهنينا، غتسربي دغيا.
إذن دائما معكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تي في هنا من الطريق الوطني رقم 8 بجامعة عين قنصرة في الحدود مع الإقليم ديال تاونة بطبيعة الحال. كان تسرب ديال المياه اللي أدى إلى انجراف التربة هنا على مستوى يعني الطريق الوطني رقم 8 واللي دخلات السلطات مشكورين على مستوى عين قنصرة ولا على مستوى عين قوب مولي يعقوب ولا على مستوى الإقليم ديال تاونة كذلك. إذا كنشكروا كل المتدخلين هنا من أجل إزاحة هذه الأتربة اللي كانت في الطريق الوطني رقم 8 وكانت القناة ديال شوف تيفي دائما كما العادة سباقة باش أنها تجي وتنقل بكل واقعية بالصوت والصورة من عين المكان وبكل يعني حيادية. كنقول لكم بالصوت والصورة كل التطورات لحظة بلحظة هنا من هذا المكان اللي وقعت فيه هذا يعني هذا الحادث. بطبيعة الحال كنا مفجوعين جايين في الطريق كنقولوا كيفاش، واش السد اللي فاض، واش كيفاش، واش شي فياضة اللي هو كبير. فحتى وصلنا لهنا عطمأنا بطبيعة الحال، تنقلنا بسرعة البرق ربما لأن ما يمكنش على اننا ما نقللكمش الاحداث اللي داخله في التريطوار ديالنا بطبيعه الحال كل المناطق ديال العالم، فكل المناطق ديال المغرب بل يعني كتقوم القناه ديال شوف تي في بالتغطيه فيها. وحنا الان في عين المكان لحظه بلحظه كنقل لكم التطورات هنا من جامعه عين قنصره على الحدود مع اقليم تاونات. كان انجراف ديال التربه ناتج على تسرب ديال المياه في احدى القنوات هنا الرابطه اللي كتجي هذه القنوات ديال المياه، لا زالت في طور يعني تجربه، كان تيست، كان لسياج تيست، مازال ما بداوش هذه القنوات يشتغلوا، كان فقط اسياج حسب المعلومات اللي حصلنا عليها قبل قليل من عند نائب رئيس الجامعه ديال عين قنصره بطبيعه الحال، والتصريح اللي غيدا على القناه ديال شوف تي في مساء ان شاء الله. المعلومات اللي حصلنا عليها كتقول انه كان فتره ديال لسياج في هذه القناه ديال المياه واللي نتج عليها تسرب ديال الماء بطبيعه الحال. إذن دائما معكم متابعينا ومشاهدينا الكرام في التغطيه الحصريه والمباشره. كنحاولوا ناخذوا التصريحات ولكن للاسف ما كاينش مواطنين، كاين السلطات فقط هنايا، ما كاينش مواطنين اللي غيعطيونا التصريحات ولا يعطيونا توضيحات، كاين السلطات فما يمكنش تاخذ مع السلطات بطبيعه الحال. احنا معكم دائما في التغطيه المباشره. خويا ممكن توضح انت مواطن هنا مع عين قنصره ولا؟ لا انا خدام في اصحاب الجهاز. انت مع اصحاب الجهاز، واش ممكن شي واحد يهضر يوضح لنا شنو وقع بالضبط مع اصحاب الجهاز؟ هو اللي كنتي كتقول بالضبط هو هذا كان مكلف ديال الماء ديال نعم. لونيف ممكن تهضر؟ هو اللي لا نهضر هذا المشكل هذا ندور عندك. خويا شنو هو الاشكال بالضبط اللي كان واقع؟ الاشكال هو التسرب ديال هذا الماء ديال لونيف هو اللي سبب كثر خيرك مع الشمس ما نقولوش غير ها تفضل. هنا المشكل هو تسرب المياه ديال لونيف، داروا شي تجربه هنايا طلقوا الماء سبب لهم الانجراف ديال التربه هنايا، هو من سبب هذا الغيس هذا المشكل انت كتشوف. حنا جينا درنا التدخل بالنيفلوز ديالنا والتراكس هي جايه هي في الطريق. نعم ان شاء الله. ما كاينش شي اضرار كبيره هنا؟ لا لا ما كاين لا اضرار لا والو، ما كاينش الاضرار لا لا غير الماء اللي جا في التربه. التربه ودت نتيجه تسرب المياه ديال لونيف. نعم هذا هو المشكل اللي كاين. نعم وكان تدخل بشكل مستعجل هنايا. مستعجل كيف شفنا هذا الشيء جينا في البلاصه. نعم نعم شكرا جزيلا. الله يحفظك. شكرا شكرا. اذا متابعينا ومشاهدينا انتم كتشوفوا بطبيعه الحال كان تسرب ديال المياه اللي قلت قبل قليل داك الشيء اللي نقلناه هو اللي كاين. اليه ديال النيفلوز الان وصلات.
إذا متابعينا ومشاهدينا الكرام غادي نخليكم إلى ما اللقاء بكم في بث مباشر آخر. شكراً.